أثناء مشاهدتك للحلقة أعطينا تقييمك للسيارة من 100. السيارة، من وين نبلش نحكي عن التعديل؟ خلينا نروح سيارة شكل وديزاين وأشكال، نحكي عن الشكل الخارجي. هاي السيارة عليها الجلاد بالكامل ورسمات اير برش اللي هي رسمة الجوكر قدام ورا يمين يسار كل الحركات. صراحة اللون تاع الجلاد شايفه مميز وجميل أنا برأيي الشخصي. عليها غطاء المحرك معدل، هذا كاستم تفصيل. من الأمام موجود شنب، حواف جانبية، البمبر الخلفي عليه أيضا حواف إنه زي تفصيلات مشان تعطيك يعني منظر متوحش وإيروديناميك وشفرات. السيارة أيضا كتعديلات خارجية عليها جنوط حجم 20 إنش غير عن الوكالة، البريك كاليبرز مدهونين، ديسكات البريك هدول وكالة تعون الاس ار تي. الزجاج الخلفي راكب عليه قطعة زي إنه شبك، هاي تعتبر تعديل وديزاين خارجي، فيعني حركات، بس أنت بإمكانك أيضا تشوف الشارع من خلال المراية، فيعني ما بسكر عليك 100%. الأضوية الأمامية والخلفية أيضا معدلين، بإمكانك إنه تسويهم حلقات وتغير الألوان تعونهم، وحتى الأضوية الخلفية بتشوف فيه زي رسمات موجودة، فحركات جميلة صراحة راح تشوفها بالتصوير الليلي مع المبدع اليوتيوبرز أمور. واخر شيء بالشكل الخارجي في مود لايتس اسفل السياره، انت بامكانك التحكم بالالوان تعطيها حركات تحت السياره. نعطي دعسه؟ نعطي دعسه قبل ما نعطي تفاصيل السياره بالتعديل الداخلي تاعها من الغير الاول. بسم الله. هلا بالاس ار تي 8. التنفس الطبيعي والطرب الامريكي. Why so serious?